من واشنطن معنا دكتورة راميش سبراد الكاتبة والباحثة في الشأن الإيراني. دكتورة راميش، أولا بعد تحية، يعني شيئا فشيئا يبدو أن التظاهرات التي تجتاح الشوارع الإيرانية الآن تختلف عن الكثير من التظاهرات السابقة، حتى عن تظاهرات 2009، لكن إلى أي مدى هذه التظاهرات ستصمد أمام قوى الأمن التي اعتادت على قمع التظاهرات مثل هذه التظاهرات في الماضي؟ هذا سؤال وجيه للغاية. عندما تنظرون للإحصائيات التي نحصل عليها من إيران على مر 9 أيام، فهذه التظاهرات قد انتشرت في أكثر من 300 مدينة في مواجهة مكينة القمع التي قتلت حتى اللحظة 180 شخصا واعتقلت آلاف الأشخاص. لكن الأمر المختلف في هذه المرة أن النساء يقفن في طليعة تلك التظاهرات، والشباب يقومون دون كلل أو ملل وبإصرار على الخروج للشوارع ومواجهة قوات الأمن. وترون من لقطات كثيرة كيف يقومون بدفع رجال الأمن، لم يعودوا يخشون هذا النظام. إلى ما نظرتم إلى المدني، إلى الشعارات التي ينطقون بها، الموت لخامنئي، الموت لرئيسي، شعارات تدل عن الوحدة لإيران، ويقولون متحدون مقاومون النصر. هذه المرة الشعب الإيراني يخرج ويهب للشوارع من أجل الإطاحة بهذا النظام وإنهاء هذه المهمة بطريقة ما، للعودة لبلد ديمقراطي يستحقها الشعب الإيراني. دكتورة راميش، في الماضي، يعني سواء التظاهرات التي خرجت في الماضي، سواء تظاهرات اجتماعية أو حتى تظاهرات سياسية، كانت بعد فترة يخرج قيادات سياسية في إيران بما يسمى تحت مسمى التيار المعتدل يتضامنون مع هذه التظاهرات. المختلف هذه المرة أن التيارات السياسية تختفي تماما عن المشهد، وبالتالي الخروج للشعب وللشارع. هذا يعني هذه الخروج بالنسبة للشباب وهذا الظهور اللافت بالنسبة للشباب، كيف تعتقدين أنه سيؤثر على حركة هذه التظاهرات؟ أعتقد أن هذه المظاهرات قد خلفت أثرا ملحوظا، فما من معتدلين البتة في صفوف هذا النظام. هذا النظام كان يرفض برمته منذ اليوم الأول لوصول أول معتدل لسدة الحكم. حتى الخميني بعينه كان يطلق على نفسه بأنه معتدل، لكنه ليس سوى إرهابي ويقوم بترهيب النساء في إيران ويقوم بترهيب الشباب في إيران. من هذا المنظور فإن رفضي أن هذه المظاهر التي نراها في الشوارع قد تكون وتشكل عنصرا مهما. ولعل هناك جانب آخر أيضا، وكما هو الحال بالنسبة للمعتدلين، هناك شبكة أخرى أيضا، فإيران الآن توجه ثورة للعودة عهدة الملكية، ولكن في هذه المرة والمظاهرات التي تحمل شعارات موحدة وشائعة وتقول بأنه فليسقط النظام الدكتاتوري أو يسقط المرشد الأعلى. لذا فإن الشعب الإيراني ينظر للأمام إلى بلد علماني حر، وكذلك أن تكون قضية المساواة بين الجنسين في جوهر هذه البلاد المستقبلية. وهذه المسألة، وكما ذكرت مريم رجوي وهي المؤيدة الرئيسية لهذه القضية منذ 3 عقود من الزمن، فكانت دائما تناشد بأن تكون المرأة هي في طليعة التغيير في إيران، وبدأنا نشهد هذا الواقع في شوارع إيران. يعني أرجو أن تبقي معي دكتورة راميش ونحن نتحدث الآن. هناك كذلك تظاهرات في مدينة بجنور وهي عاصمة خراسان الشمالية في إيران. هذه الصور كما تتابعونها على الهواء مباشرة، ما زالت الأعداد تتدفق إلى الشوارع. دكتورة راميش، يعني هذه الصور التي وصلت قبل قليل بالمناسبة، ما زالت الأعداد الإيرانية تتدفق إلى الشوارع، والتي يظهر فيها أن الطابع الشباب الذين يشاركون في هذه التظاهرات يعني يبدو وكأنه يطبع عليها الطابع الشبابي للمشاركة في هذه التظاهرات. دكتورة راميش، يعني الآن طهران يعني تلقي باللوم على الولايات المتحدة وتحاضر وتقول بأنه تحذر واشنطن وتطالبها بعدم التدخل في شؤونها الخارجية.
في هذا الوقت الذي تتحدث فيه طهران عن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الخارجية، هي على الجانب الآخر تنشر ميليشياتها في عدد من الدول. هل تعتقدين بأن ما يحدث في إيران قد يدفعها إلى يعني الاكتفاء داخل طهران وداخل ما يحدث لها من مشاكل، أم أنها ستظل مصرة على سياساتها الخارجية تحديدا سياساتها في الإقليم؟ أنت محق تماما، فالنظام الإيراني دائما يعمل على عدم إعطاء حقية لصوت الشعب في إيران. إذا ما نظرتم إلى الرسالة التي كان يتم تناقلها على مر 4 عقود من الزمن، فكان دائما يقال بأن الحل يجب أن يأتي من الداخل، وهذه المظاهرات التي تنطلق في كل مدينة في البلاد في انتفاضة شاملة للشعب ضد هذا النظام الدكتاتوري. لكن بالنسبة للسياسة الخارجية لإيران وما الذي يجب على الأسرة الدولية فعله، الأمر واضح، الناس يرغبون بالإطاحة بهذا النظام والتخلص منه وتغييره من أجل الحصول على جمهورية علمانية غير نووية. ومن هذا المنظور عندما يتعلق الأمر بما يتعلق بالمحادثات النووية في أروقة السياسة في واشنطن، هذه يجب أن تتوقف. فيما يخص العقوبات على إيران، يجب أن تكون ذات مغزى أكبر، وندعو دول العالم وزعماء العالم ليقفوا إلى جانب الشعب الإيراني في محنته، والأكثر أهمية أن يتم الإقرار بحق الشعب الإيراني للإطاحة بهذا النظام. وفي نهاية الأمر، عندما تفكرون بالصورة الكبرى، إذا ما تخلصنا من هذا النظام، فإن الأب المؤسس أو الروحي للإرهاب سوف يولي أدراجه، والأب الروحي الذي يقوم بخلق الصراعات ومحاولة الهيمنة وفرض الإرهاب والنظام الدكتاتوري سوف يولي أدراجه، وسوف يكون الشرق الأوسط مختلفا، سواء كنا نتحدث عن العراق أو أفغانستان أو سوريا، فسوف يكون شرقا أوسطا مختلفا عندما يولي هذا النظام أدراجه. لذا هذا ليس مهما فقط بالنسبة للقيادة الإقليمية، بل للأسرة الدولية لتقف على جانب الشعب الإيراني، ولكي تردد أصداء مطالباته والأقرار بحقهم لتخلص من النظام. بشكرك. مسألة أخرى، لابد لنا أيضا أن نقدم الدعم لهؤلاء المتظاهرين الذين يعيشون الآن في مرمى القوات الأمنية دون خدمات الإنترنت. هذه الرسالة تصلنا لكن ببطء، لذا أي شيء يمكننا أن نفعله، وربما ما اتخذته خطوات من الخارجية الأمريكية وما أعلنت عنه الخارجية الأمريكية من خطوات مؤخرا ستظهر خلال الأيام القادمة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة رميش سبراد، الكاتبة والباحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من واشنطن.